هنا في المملكة العربية السعودية، حيث في الثانية ظهرا من الأمس كان سمو ولي العهد قام بالإعلان عن تأسيس الناقل الجوي الجديد للمملكة، وذلك بأن يكون المقر الرئيسي في مدينة الرياض. إذن نحن نشعر بالفخر بأن يكون لدينا هذه المسؤولية بأن نكون نقطة الاتصال بين المملكة والعالم والعالم إلى المملكة بالطريقة التي يتم بها توفير هذا الجزء المهم من الاستراتيجية الخاصة بتنويع الاقتصاد في خطة عام 2030، حتى نتمكن من أن يكون لدينا أحدث خدمات كاملة لهذا النقل الجوي العالمي لتيسير النقل والرحلات. نعم. سيد توني، يعني هذه بالفعل يعني خطوة طال انتظارها لدخول مشغل وطني جديد لقطاع الطيران والقطاع النقل الجوي. اليوم ما هي المميزات التي يعني ستحصل عليها طيران الرياض، وما هي أيضا نوعية الخدمات التي ستقدم للعملاء للحفاظ على نوعية وشريحة كبيرة من العملاء داخل السوق السعودي؟ هذا أمر مثير للاهتمام بالنسبة لضيوف المستقبل. إن طيران الرياض سوف يصل بأكثر من 100 وجهة من مركزنا في الرياض، ولأن هذه شركة جديدة وهي جديدة جدا عليها أن تستفيد من الميراث الجديد، ونتيجة لذلك سوف نكون أول شركة طيران رقمية على الإطلاق في العالم، وهذا سوف ينعكس طبعا على الخبرة الجديدة وخبرة العملاء والضيوف الذين سيحصلون على هذه الخدمة، وبالطريقة التي يمكن أن يتم بها استخدام الهواتف الذكية والألواح الذكية والمشاركة مع الآخرين كما يتم بالكثير من الأمور في هذا العصر. وطبعا هذا كان من الصعب في الطيران القديم. والأمر الأكثر أهمية أننا سنكون ناقل جوي كامل الخدمات، وأيضا سيكون لدينا اهتمام كبير بالتفاصيل فيما يتعلق بخبرة العميل. والأمر أيضا بلا شك أنه من المهم أننا سننظر إلى الجودة للمشروعات الضخمة هنا في الرياض وفي بقية المملكة العربية السعودية، وأن يكون لدينا خبرة ننقلها ليس فقط للمواطنين ولكن أيضا للضيوف العالميين. وبالنسبة للضيوف العالميين، الخبرة الأولى في المستقبل ستكون هي 38,000 قدم عندما يكون هناك رحلة إلى المملكة العربية السعودية. إذن هذه مسؤوليتنا، أن يكون لدينا هذه الطبيعة الرقمية حتى تكون الخبرة رائعة، مع أن يكون هناك طبعا اهتمام كبير بالتفاصيل الخاصة بالعملاء، وأن تكون الرياض هي المدينة الرائدة في العالم. نعم، لكن الآن ونحن نرى هذه النقلة النوعية بعملية تطوير المطارات والبنية التحتية للعديد من المطارات داخل المملكة، سيد توني، كيف سيكون ذلك محفز ومساعد أيضا لإطلاق عمليات الشركة؟ يعني ذكرتم سابقا بأنه الإطلاق سيكون بعام 2025 لأولى الرحلات، لكن هل يمكن أن تسرع البنية التحتية المنفذة حاليا بعملية تشغيل أسرع؟ إن المطار الجوي للرياض لديه بنى تحتية رائعة، والعام الماضي أيضا سمو ولي العهد أعلن عن مشروع استراتيجي يسمى المشروع الخاص بالمسار الجوي، وهذا مثير للاهتمام جدا لأنه يعتبر أكبر بنية تحتية لمطار جوي يتم بناؤه في أي مكان، وبالطبع سيكون هو طبعا المكان المحلي والمقر لطيران الرياض. طبعا الأمر لا يتعلق فقط بأن يكون هناك أول طيران بكل هذه
الاهتمامات بالتفاصيل وخدمة العملاء، ولكن أيضا الانتقال إلى أن يكون هناك مطار جديد في المستقبل والذي سيكون بوابة للرياض، وهي التي تعد مدينة عالمية للمملكة. إذن طبعا هذا سيكون رائعا، ولكن كل هذه الأمور وهذه المكونات لرؤية عام 2030 وكيف أنها ستجتمع معا لتقديم هذه الخبرة العصرية بالنسبة للمواطنين وبالنسبة للضيوف العالميين أيضا على حد سواء. إلى أي مدى نتوقع أن تكون الكوادر التي تعمل ضمن نطاق الشركة وطنية ونسبة توطين عالية فيها سيد دوغلاس؟ نحن فخورون جدا بأننا شركة سعودية، وأيضا هذا موجود في تعليمات سمو ولي العهد. سوف نرى نسبة كبيرة من السعوديين من الطيارين، وأيضا سنرى مجموعة كبيرة من المهندسين وفريق الإدارة من السعوديين. وأيضا القطاع، قطاع الطيران هو قطاع كبير للتوظيف، وأيضا من المتوقع استحداث 200,000 فرصة عمل. إذا طبعا هذه أمر مهم جدا بالنسبة للتوظيف، وسوف نقوم بالتوصيل ل100 وجهة حول العالم، كما أن هذا سيمنح الأفق المثير للاهتمام، وذلك بالنسبة للمواطنين السعوديين. إذن هذا مكان رائع للتواجد فيه، وسوف أقدم لك عددا رائعا وأيضا أمر واقعي. نحن أعلننا بعد مرسوم سمو ولي العهد على موقعنا الإلكتروني أمس أنه بحلول الثانية ظهرا اليوم سيكون لدينا 15,000 تطبيقا في riyadair.com. إذا للأشخاص الذين يهتمون بأن يكون لديهم تعامل مع الطيران التجاري، فإن riyadair.com يمكن أن ننظر إليها. سوف نتمكن من القيام بأمور رائعة سويا. نعم، يبقى التساؤل حول تنافسية الأسعار التي ستقدمها طيران الرياض. سيد دوغلاس، كون المملكة هي واحدة من أهم الدول يعني المنتجة للنفط، وبالتالي تكلفة الوقود قد تكون أقل نسبيا من شركات الطيران العالمي، هل سنرى أسعار تنافسية بالنسبة للشركة؟ إن الطيران العالمي يعتبر كثير التنافسية، وهذا واقع هذا النوع من الأسواق، وكثيرا ما يؤثر على التسعير، وهذا يؤثر على الساحة التنافسية. وأيضا التكلفة كما ذكرت طبعا أن أسعار الوقود والتي تعد المكون الأكبر لأي طيران، إذا سيتعين علينا أن نكون متنافسين في أسعارنا، ولكن سوف نكون أيضا أكثر خدمة ناقلة تتجاوز جودتها الخمس نجوم. إذا نتمنى أن يكون لدينا جودة عالية الخبرة، وذلك للضيوف العالميين وأيضا لمواطني المملكة. إذا نحن مثل الفندق خمس نجوم، أيضا هذا يعني مجال كبير للذين أيضا يرغبون في التنافس في المملكة العربية السعودية أيضا. ولكن نحن متحمسون للطبيعة الرقمية لهذا الطيران، وأيضا للمعايير الخاصة بالخدمة التي سنقدمها، والتي لن تجعلنا نقدم قيمة عالية فقط، ولكن خبرة ممتازة للمسافرين.